هنتوسع في مقاهي القرآن. أعلننا عن افتتاح المراكز الثقافية، 35 مركز للثقافة الإسلامية، والتقديم فيها بدأ. وللعلم كانت المصروفات 800 جنيه العام الماضي، خفضنا المصروفات إلى 400 جنيه عشان نشجع الناس إنها تتقدم، وممكن يدفعهم على قسطين 200 و200. طب ليه عاملين المبلغ؟ عشان بس جدية التقدم، ويبقى إنه في جدية عشان نسهل للناس تعلم الدين الوسطي الصحيح. في 69 مركز لإعداد محفظ القرآن الكريم بفهم معاني القرآن ومقاصد القرآن العامة. ففي توسع في الدروس في المراكز الثقافية، في مقاهي القرآن الكريم، في مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم. النقطة الأخيرة بالنسبة للمقامات، المقامات نوعين. في مساجد ما عليهاش كثافة جماهيرية عالية، فدي مقاماتها مفتوحة. يعني مثلا أنا بضرب مثلا مسجد سيدي ابن عطاء الله السكندري، أو السادة الوفائية، أو سيدي أبي علي الخواص، أو الإمام الشعراني. هذه المساجد ليس عليها ضغط كثافة، فمقاماتها مفتوحة طول ما المسجد مفتوح. المساجد الكبرى اللي زي مسجد الإمام الحسين، مسجد السيدة زينب، مسجد السيدة نفيسة، بس بنفتحه في أوقات الصلاة. ليه؟ لأن المساجد دي في أوقات الصلاة بيبقى فيها حشود كبيرة جدا، وكله عايز يدخل للمقام والزيارة في توقيت واحد. فإحنا بنقول أوقات الصلاة للصلاة، وفي أوقات الصلاة المقامات مفتوحة أمام الجميع. آخر نقطة، ساحة مسجد الإمام الحسين اللي هي بقت حاجة مبهرة وعلامة الحقيقة في عمارة مساجد آل البيت. وبالمناسبة ما يتم الآن في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها ليس أقل مما تم في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه. فإحنا الساحة دي بقت متنفس، فهتكون مفتوحة. المسجد مفتوح من الساعة 10 لغاية بعد العشاء. الساعة بالطبع موجودة معاه، لكن مش ده بس. الساحة دلوقتي قلنا إن إحنا في الشتاء ممكن نسيبها مفتوحة لغاية الساعة 10، وفي الصيف كمتنفس للساعة 12. طب ليه سمعنا الساعة 12 مش الصبح؟ لأن إحنا برضو عايزين الناس بعد الساعة 12 ترجع بيوتها تنام، تقدر تقوم شغلها الصبح، تقدر تأدي عملها. فالمسائل مدروسة دراسة جيدة بما يحقق التوائم بين البعد الروحي التعبدي عظيم، وبين أداء الناس لأعمالها وحركة الحياة. طيب.